أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم من خلال مؤتمر صحفي مشروع فريجنا في مجمع زايد التعليمي في دبي والذي يأتي ضمن المشاريع التحوليه الهادفه الى تطوير منظومه التعليم المدرسي بحضور شخصيات هامه وطلاب وطالبات من مختلف مدارس الدوله ويهدف مشروع فريجنا الى تعزيز الرياده التربويه والمجتمعيه للمدارس الحكوميه واكتشاف الف نابغه وموهبه في مختلف المجالات لرعاياها من خلال توفير بيئه مدرسيه ملهمه لجميع افراد المجتمع تحتضن انشطه متنوعه ومبادرات مختلفه تحقق الرفاهية للطلبة وأفراد المجتمع وتمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم لتخريج أجيال مؤهلة علميا ورياضيا وثقافيا حقيقة اليوم سعداء جدا بإطلاق مشروع مميز في قطاع التعليم الوطني مشروع مدرسة فريجنا وهي من المبادرات التحويلية بهدف تحقيق مسرعات مستهدفات رؤية الإمارات 2031 المختصة بمجتمع حاضن وممكن للجميع المبادرة هذه تعمل على تعزيز دور الريادة التربوية والتعليمية للمدارس الحكومية من خلال المبادرة نسعى إلى اكتشاف موهبة ألف نابغة وموهبة من ابنائنا الطلبه ومن ثم سقلها وتطويرها ورعايتها في شتى المجالات